بعد 3 سنوات جينا نقيمه في بنود اتفاق الكامور. التنفيذ بتاع بنود اتفاق الكامور كان ضعيف، واتفاق الكامور فيه 3 بنود رئيسية: 1500 موتر شغل في الشركات البترولية، وفيه صندوق جهوي بترصد له 80 مليار سنويا، وفيه 3000 موتر شغل في الشركات، في شركة البسنة والغراسات. بعد التقييم بتاعنا لقينا الاتفاق الكامور ما تم تنفذ منها الا 2500 موطن شغل في الشركات البتروليه، 100 و150 موطن شغل في الشركات البتروليه، والصندوق الاستثمار واللي هو معناه الحاجه الرئيسيه والبند الاساسي ما ترصدش لصالح الجهه منذ 3 سنوات. صار اعتصام وما سمي باعتصام الولايه، وتواجد المعتصمين داخل مقر الولايه. هذوما محتجي كامور او معتصمي الكامور، وما كانتش فما ورغم التواجد الامني الكبير، ولكن ما كانتش فما حتى مواجهات وحتى اعتداءات لا امنيه، لا من قبل الامنيين ولا من قبل المحتجين. وظل الاعتصام الى تقريبا ما مدته شهر داخل مقر ولايه، داخل مقر سياده، ولم تحرك السلطه ساكنه. وقع يعني تعليق الاعتصام لجانب انساني بحت، واللي هو جائحة كورونا اللي حلت على العالم أجمع. رجعنا بعد جائحة كورونا، لكن بين الحديث والحديث صارت زيارة لأعلى هرم في السلطة، وكان الأخ طارق الحداد متواجد فيها، وكان مجموعة من الشباب زاروا الرئيس قيس سعيد، وعد الرئيس قيس سعيد بعد ما تتنصب الحكومة باش يتم مجلس وزاري في الجهة في القريب. بعد 25 يوم من الاعتصام كنا ننتظر في مجلس وزاري باش يصير في ولاية تطاوين، لكن ما رأنا إلا في ساعة متأخرة من الليل في الموقع هذا بالذات تم الاعتداء علينا، وتم فض الاعتصام في جميع النقاط المتواجدة في تطاوين اللي عددها 13 النقطة، 13 خيمة متاع اعتصام كما اللي تشوفوا فيهم. المداهمة تمت الساعة 1 صباحاً في منطقة ما يسمى بقنطرة برومت اللي هي تتبع تطاوين الشمالية. المداهمة تمت بسيارة أمنية مدججة بقنابل مسيلة للدموع، ويمكن يعني ما صارش حتى المحاورة، صار ديريكت الدخول بالعنف والقوة على المعتصمين وفك خيمة المعتصمين، وكيف كيف الاعتداءات طالت زملائه، فمنهم من يعني سجلنا كسور يعني على مستوى الايدي، على مستوى الارجل للمعتصمين. الطريقه كانت وحشيه، كانوا مجموعه من السيارات جونا في غفله، معناها احنا كنا في غفله وكانوا موجود، معناها اكلوا الاخضر واليابس، صار الخيام، معناها كنا متواجدين في وسط الخيام، هدوا علينا الخيام متاعنا، معناها الترويعه متاعنا، تم الغاز، هذا معناها الغاز العبوات الناس، فمعناها المده الصلاحيه من 2012 انتهت، معناها والسب والشتم وترويع، واحنا متواجدين في وسط حي سكني، ماناش متواجدين في الجبال ولا متواجدين في الصحراء قاحله، متواجدين في حي سكني، فما عائلات قاعده تمر، فما سيارات معناها قاعده تتنقل، فما اطفال صغار، معناها اطفال صغار قاعدوا متواجدين، ومعناها والطقس هو طقس صيفي شوي، العائلات ما زالوا معناها تتجول، تسمع في الكلام البذيء، معناها ما طيبه من الكلام، سمعوهن، وتم الايقاف نتاعنا بالقوه العامه، وتم فض الاعتصامات. اللي يتواجدوا في الاحتجاجات اقل عدد من الأمنيين، والمواجهة صارت يعني بغاز مسيل للدموع فاقت 20,000 طلقة في أقل من 48 ساعة. يعني التلقات هذه لو استعملتها في مكان آخر يمكن تحرك، لو استعملتها في ليبيا هنا يمكن تخرج تفضل النزاع الليبي. يعني هذه ثم كيف فما احترام الذوات البشرية. احنا عيننا وانتقلنا للمستشفى الجوي بتطوين نساء حوامل كدنا يجهضن جرات استنشاق من غاز مسيل للدموع. احد المارة من الطريق يعني لا شأن له بالاحتجاجات تهجم عليه مجموعة أمنية بالاعتداء القاتل، يمكن خلاص فمش كنت تكسر تساق وخشمة تكسر. عينينا مشت بيزي، عينيك مشت بسم الله عليها. ملوينة عيني مشت زي من اخر الدنيا على كم سجبورك. اليوم العبارات المشينه اللي اطلقت في حق اهل تطاوين من قبل الامنيين، ونحكيوا في قانون تجريم الميز العنصري اللي هو مازال كيف صدق عليه،
طلعت جهه كامله واهليها بتلك نعود. والسيد هذا ماهوش من منظوري اهلي تطاوين، من منظوري وزاره الداخليه. اذا كان انت كمؤسسه مؤسسه دوله ماكش عارفه تكون او تاثر منظوريك، فلا داعي وكونك تنزلهم للمواطنين. قناص اضرب في الحومه، شوف 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 هاي فلحهم يا سيدي القاعزه، هاي فلحهم اه القاز فلحهم. الداخلية استفزتنا، لأن الداخلية لو أن عندها نية في فضل الاعتصام، معناها عندها نية، معناها لإيقاف شخص ما، ما كانتش تجيب تعزيز من برا. الشخص ماهوش إرهابي وماهوش مطلوب في 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 معناها مطلوب القضاء الدولي ولا مطلوب من يا أخي. نحب رد عليه صغير وزارة الداخلية اللي قالت لك أنا عندي شخص مطلوب. لو أن عندك شخص مطلوب ما تقومش معناها بفض 13 نقطة من الاعتصام. طارق ماهوش الرأس في تطاوين والرجل في 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 تذهب، هو شخص موجود بجسد نتاعه موجود في خيمة في نقطة في قنطرة بورمت. كنت تنجم تنادي له واحدة تهز تعمل إيقاف تعمل إجراءات نتاعه ولا تبعث له استدعاء رسمي يجيك للمحكمة، ماهوش هارب هو. نتسائل أنا نسأل السلطة الأمنية وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية، السيد هذا راهو تنقل من تطاوين إلى قرطاج، يمكن مر بأكثر من 30 ولا 35 دورية، ما تفطنت حتى دورية وكون السيد هذا محل تفتيش، يدخل مقر سيادة اللي هو قصر قرطاج ويقابل أعلى هرم في السلطة التنفيذية، ما فقتوش بيه، يمشي للمؤسسة التشريعية أو السلطة التشريعية اللي هو مجلس النواب، ويدخل مجلس النواب ويعتزم وكونه يواصل اعتصامه داخل مجلس النواب، ما فقتوش به محل تفتيش السيد هذا. المعطيات جديدة بعد خروج طارق، وإن شاء الله نتأكدوا من سلامته الصحية والجسدية وعائلته وكل شيء. بعد ما نتأكدوا من هذا باش نقرروا فيما بيننا، هل باش نتوجهوا للحكومة في المجلس الوزاري أو أن سقف المطالب وسقف البرنامج بتاع التفاوض باش نغيروه على ضوء الأحداث هذه، لأن فما أحداث بصراحة راهي مؤلمة حسينا فيها الحقرة. كيجيك واحد يقول لك هذوك جبورة كيفاش تمشي لهم، فتناها موضوع الاتفاق، راه فما مس نتاع كرامة، راه فما إهانة للبشر، راهو مش باهي، رانا قلنا ثورة، رانا قلنا كلنا توانسة، راهم حسبنا مقاطعة تابعة ليبيا، فهمتني؟ هذه زاد حقرة ما نحبوهاش احنا. المجلس الوزاري الهدف منها بعد ما دخلت الفوضى حبوا معناها حربوشة كما نقولوا احنا لغة بحرابش، هاو مجلس وزاري من أكثر منه بروتوكولات، وإحنا أنا طالبنا يوما ما قلنا اتفاق الكامور لو يطبق من تونس العاصمة اللي هي المركزية المقيطة اللي قاعدين نعانوا فيه، لو يطبق لنا عبر سكايب ما حاجتنا لا بوزير ولا برئيس حكومة، طبق الاتفاق الكامور عبر سكايب، حتى عبر سكايب، ما حاجتيش باش يجيني وفد وزاري هنا. فعل لي ما تحكيليش كلام وما تصورليش بروتوكول وتعمل لي هلماني ومن بعد ما فهم عاد شيء، طبق لي اتفاق الكامور هذا مطلب لن نحيد عنه، هذا شرف بمثابة شرف ولاية تطاوين، وبحول الله باش يطبق اتفاق الكامور شاء من شاء وكره من كره.